هبط سهم مجموعة إرس المصرفية النمساوية بما يقرب من 15% بعد تحذير طال المقرض من إمكانية تعرضه لخسائر في 2014 نتيجة التعاملات في رومانيا والمجر. الأنباء تعد تذكرة جديدة بالمخاطر القادمة من وسط وشرق أوروبا التي ولدت هوامش ربح عالية للبنوك لسنوات بعد انهيار جدار برلين، ولكنها الآن تئن وسط صراعات اقتصادية. إرس أفصحت عن ارتفاع المخاطر وأثر القانون الهنغاري الجديد حول قروض الرهن العقاري بالعملات الأجنبية والتعامل مع قضية القروض المتعثرة في رومانيا تحت ضغط من البنك المركزي في بوخارست.